مشاهدينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم. نقدم لكم النشرة الجوية الخاصة بالملاحة والصيد البحري اليوم الخميس 28 ديسمبر. تذكير بإعلام برياح قوية سيري مفعول لمدة 24 ساعة ابتداء من هذا اليوم على الساعة 3 صباحا بالتوقيت العالمي، ويهم كافة المناطق، حيث تهب الريح من القطاع الغربي قوة 7 إلى 8 من سلم بوفور، أي ما يعادل 28 إلى 40 عقدة بشمال وشرق تونس، وقوة 7 من سلم بوفور، أي ما يعادل 28 إلى 33 عقدة بخليج جيبس، وذلك نتيجة لتواصل تمركز منخفض الضغط الجوي 985 إكتوباسكال على خليج ويتجه نحو الشرق، ويواصل تسيير رياح قوية فقوية جدا على مناطق. التوقعات الجوية الصالحة لما بعد ظهر هذا اليوم: أمطار متفرقة ومؤقتة رعدية بشمال وشرق تونس، وبعض الأمطار مع إمكانية ظهور خلايا رعدية بخليج جيبس. بشمال تونس صحيح غربية شمالية غربية 30-40 عقدة وتتجاوز 45 مع السحب الرعدية البحر هائش. بشرق تونس صحيح غربية شمالية غربية 25-30 تتجاوز 40 عقدة مع السحب الرعدية البحر شديد الاضطراب. بخليج جيبس صحيح غربية شمالية غربية 25-30 وتتجاوز 40 مع السحب الرعدية البحر كذلك شديد الاضطراب. تتراوح الرؤية بين ميل وثلاثة أميال بكافة المناطق. هذه الليلة طقس أحيانا كثيف السحب بكافة المناطق مع أمطار متفرقة ومؤقتة رعدية بشمال وشرق تونس. بشمال تونس صحيح غربية شمالية غربية 25-35 تتجاوز 45 عقدة مع السحب الرعدية البحر هائج يصبح شديد الاضطراب. بشرق تونس صحيح غربية شمالية غربية 25-30 تتجاوز 40 مع السحب الرعدية البحر شديد الاضطراب. بخليج جيبس صحيح غربية 25-30 البحر كذلك شديد الاضطراب. تتراوح الرؤية بين ميل وثلاثة أميال بكافة المناطق. يوم الغد إن شاء الله بشمال تونس وخليج الحمامات بعض الأمطار المتفرقة، الريح من القطاع الغربي عامة سرعتها بين 25-35 عقدة بخليج تونس وبخليج الحمامات، ثم تتقلص خلال الليل لتصل 20-30 عقدة البحر شديد الاضطراب. بمنطقة سيرات ريح بين 30-20 درجة عقدة البحر كذلك شديد الاضطراب، أما الرؤية فتتراوح بين ميل وخمسة أميال. بمنطقتي الشابة وجربة طقس أحيانا كثيفة السحب، الريح من القطاع الغربي 20-30 تتقلص بعد الظهر بمنطقة جربة 15-25 البحر شديد الاضطراب يصبح مضطرب بمنطقة جربة، تتراوح الرؤية بين ميل وستة أميال. بالنسبة لحركتي المد والجزر بميناء صفاقس 71 سنتيمتر على الساعة 6 مساء 20 دقيقة، متر 38 سنتيمتر على الساعة منتصف الليل 34 دقيقة. بميناء جيبس 96 سنتيمتر على الساعة 6 مساء 29 دقيقة، متر 80 سنتيمتر على الساعة منتصف الليل 48 دقيقة. بميناء جرجيس 44 سنتيمتر على الساعة 6 مساء 18 دقيقة، 81 سنتيمتر على الساعة منتصف الليل 37 دقيقة. في الختام ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال بالموزع الصوتي للمعهد الوطني للرصد الجوي أو زيارة موقع الويب. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.